الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم، وتبوأتم من جنة الله من إذا رأت الفتاة العزباء أنها تموت في المنام علامة على تقربها من الله عز وجل هذه الأيام، والله أعلم. إذا رأت الفتاة العزباء أنها مريضة وتموت في المنام علامة على الشفاء من تلك الأمراض والتخلص من الآلام هذه الأيام، والله أعلم. رؤية العزباء أنها تموت في المنام علامة على حصولها لوظيفة جديدة بمرتب عالي، والله أعلم. إذا حلم الإنسان أنه يموت في المنام تكون إشارة على التغيرات التي تحدث له في الحياة الأيام القادمة، والله أعلم. إذا رأى صاحب الرؤية أن هناك شخصا يقول له أنك ستموت يكون علامة على تحقيق الأمنيات والأحلام في الحياة بشكل كبير، والله أعلم. رؤية شخص يقول إنه سيموت في المنام علامة على طول العمر، وهي بشرى خير، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. رؤية الشخص أن هناك شخصا يقول إنه سيموت في المنام علامة على صلاح الأحوال والنجاح المستمر في حياته، والله أعلم. حلم الشخص أنه يقول إنه سيموت في المنام علامة على مرحلة جديدة سيدخل فيها في الحياة الأيام القادمة، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أن أبوه يقول له إنه ميت علامة على التغيرات الإيجابية التي تحدث لصاحب الرؤية الأيام القادمة. حلم الأب يقول لابنه إنه ميت في المنام علامة على المرحلة الجديدة التي يدخل فيها، إما مرحلة زواج أو مرحلة عمل جديدة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ومن يرى في المنام أن والده يقول له إنه سيموت علامة على الأشياء الجيدة التي يقوم بها هذه الأيام، والأشياء القديمة هي التي ستكون ماتت في حياته، والله أعلم. رؤية الأب يقول لابنه إنه ميت في المنام علامة على تغيرات في حياة هذا الابن بشكل كبير للأفضل، والله أعلى وأعلم. وإذا رأى الشخص أن هناك أحد الأموات يقول له إنه سيموت تكون حينئذ، يعني بيكون في حنية واشتياق ما بين هذا الحي والميت، يعني والله أعلى وأعلم. إذا رأى الميت يخرج الحي أنه سيموت علامة على ذنب كبير كان يقوم به صاحب الرؤية، فيجب عليه أن يتوقف. يعني لو الميت قال للحي اللي أنت هتموت، يبقى صاحب الرؤية هذا كان يعمل ذنب كبير في الحياة، فيجب عليه أن يتوقف عن ذلكم الذنب، والله أعلى وأعلم. من يرى في المنام أن أحد الأشخاص يخبره أنه سيموت علامة على طول عمر صاحب الرؤية في الواقع، والله أعلم. حلم الشخص أنه يقول لي إنني سأموت علامة على صلاح الأحوال والتقرب من الله تبارك وتعالى بشكل كبير. رؤية أن هناك شخصا يقول لي إنني سأموت في المنام علامة على التمتع بالصحة الجيدة خلال الفترة المقبلة، والله أعلم. رؤية أن هناك شخص يخبرني أنني سأموت إشارة على النجاحات التي يقوم بها صاحب الرؤية الأيام القادمة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. رؤية المرأة تقول لي أنني سأموت في المنام علامة على الصحة التي يتمتع بها صاحب الرؤية هذه الأيام، والله أعلى وأعلم. حلم امرأة تقول لي إنني سأموت في المنام علامة على الانتقال إلى مرحلة جديدة في الحياة الأيام المقبلة، والله أعلم. رؤية امرأة تتحدث معي وتخبرني أنني سأموت إشارة على الوصول للأهداف والطموحات في الحياة بشكل كبير. حلم المرأة تتحدث معي وتخبرني أنني سأموت تكون إشارة على النجاح المستمر في الحياة أو في العمل أو الترقية في العمل، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. العزباء اللي بتجهز شنطة السفر علامة اللي في شيء جديد هيتغير في حياتها، إما تتزوج أو هتشتغل أو هتتخطب كده، يعني في تغيير في حياتها قادم لها للأفضل إن شاء الله، والله أعلم. فنمت إن أنا كنت بصلي في الكعبة المشرفة من جوه. يبقى صاحبة الرؤية إيمانها قوي وبتحب الإسلام، والله أعلى وأعلم. أرى نفسي دائما في امتحان
ولا تعرف الإجابة، حلم متكرر. يبقى في شيء في الحياة مش عارفة تاخد القرار فيه، أو محيرك ومشتتك، ما انتش عارفة تاخد القرار فيه، والله أعلم. نمت إن أنا كنت في شقته، فجأة شفت وزة بيضاء طارت وفضلت تجري ورايا وتصرخ علي. الوزة يعني اللي طارت. يبقى في شيء في الحياة انت مش عارفة توصلي له، اما شغل، اما عمل، اما ورث، يعني في شيء ما في حياتك انت مش عارفة تصل اليه، والله اعلم. بس نمت ان انا بقول لسلفتي احلفي على المصحف انك مش عملت سحر وما قال وفقتش تحلفي، وقالت ايوه انا. يبقى انت بتشك كفاية في الواقع، هي يعني عاملة لك سحر ولا لا؟ انت شاكة في نفسيتك اللي هي دي عاملة لك حاجات زي السحر يعني. بس هو ده المقصود والله اعلم يعني، بس مش معناها دليل اللي هي عاملة، ولكن انت عندك شك اللي هي عاملة لك حاجات من دي يعني، والله اعلى واعلم. حلمت ايه؟ حلمت ان انا شفت ابي متنكر في شخصية رجل تاني وطلب اشوف بطاقتي وفضل يبصلي جامد. يبقى في تصرفات انت بتعملها في الحياة والدك مش راضي عنها، والله اعلم. بس او انت بتعملها حاجات برضه هو مش راضي عنها، انت خايفة هو يشوفها يعني، والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. حلمت اننا كنا نقاتل في عقارب صغيرة. لو انت قتلت العقارب دي يعني يبقى كان في مس او حسد في حياتك، وان شاء الله خلاص كده انتهى يعني، والله اعلم. بارك الله فيكم. زوجي يحلم يذبح بقرة سمين. اللي بيحلم اللي هو بيذبح بقرة سمين يبقى في رزق سيأتي إليه الأيام القادمة وبعدد البقر، طالما البقر سمين. لو بقرة واحدة يبقى عام واحد هيكون في خير كتير يعني. واحدة جيرانها متوفية راحت لبنتها وقالت لها ودي لأمها عيش ساخن، ده حلو ولا وحش؟ لا، العيش الساخن علامة برضو على زيادة في الرزق أو توفيق في العمل يعني، والله أعلم. كويس طبعا، طالما ساخن وطازج وبحالته الطبيعية. علمت أن جارتي جدتي فتحت الباب وإحنا قاعدين فجأة خبط. حلمت أن أنا بأكل فطير وطلع منه نمل. إيه؟ وبص على البوتاجاز لقيت كيكة فيها نمل، والله أعلم. معناه اللي فيه حسد، في حد حسدكوا يعني في حياتكوا، والله أعلم. بس بنت أرملة وحلمت أن فيها برص صغير كتير. بنت حلمت في برص صغير ديله طويل وهي مخطوبة دلوقتي. يبقى في حد عاوز يتربص بها، ممكن بقى خطيبها حد غيره كده يعني، في حد عاوز يأذيها يعني، والله أعلى وأعلم، فتخلي بالها. حلمت إن أنا اشتريت الهرم الأصغر وكان في أطفال ميتين حوالين. معناها اللي أنت اشتريت الهرم وتفسير أكل الخرش، إيه الخرش ده؟ عامة أي أكل في المنام لو بحالته الطبيعية هي معروفة على زيادة الرزق. اللي اشترى الهرم وكان في أطفال ميتين يبقى أنت فيه شيء في حياتك هيكون سمين له قيمة يعني كبيرة، ولكن هيكون في مشاكل يعني، ممكن يكون ورث، شغل فيه رزق كتير ولكن الرزق دي فيه مشاكل كتير كده يعني، أو عمل يعني شيء له قيمة عالية في الحياة ولكن فيه مشاكل كتيرة يعني، والله أعلى وأعلم. بس جزاكم الله خير. حلمت بالشيخ الازهر قبل الفجر. حلمت بالشيخ الازهر لو بنصحك يبقى انت مقصر في الدين يعني، مقصر في الصلاة في قراءة القرآن كده يعني. تفسير حلم الاكل من الارض في الحمام سم، والله اعلم. الاكل في الحمام علامة ان انت في نعمة في حياتك ومش بتعتني بالنعمة يعني ما انتش مقدر النعمة اللي ربنا انعم عليك بها، رزق، اكل، حاجات من دي يعني. تفسير الخرشوف، اكل الخرشوف لو كان يعني بطبيعته اللي كويسة برضو علامة على الرزق الواسع، انما لو كان يابس ووحش علامة على الرزق الضيق، والله اعلى واعلم.
السلام عليكم. صحبك حمد أنني أمام بئر فيه ماء صافي، والرجل بيأخذ الماء من البئر وبرشه على الأرض وبيصير نهر. لو أنت شفت قدام البئر واحد برش المية وأصبحت نهر، والله أعلى وأعلم، وكان صافي، والنهر دي مش عمل مضرة للناس، يعني مش أفسد، كانت مية طبيعية جميلة. علامة اللي انت هتدخل في مشروع تجاري او عاوز تعمل مشروع تجاري وهينجح، والله اعلى واعلم. يعني علمت انني في فرح ابن اليوم وبجهز للفرح، انا كل شوية انسى وافتكر، مش لقي فستان، هو مش خاطب وعنده 21 سنة. يبقى انت نفسك ابنك دي يخطب في الواقع يعني، او هو نفسه يخطب في الواقع، والله اعلم. بس والله اعلم يعني.